حبيت. من سحر الشرق الأوسط أندرو اليوم هيعملنا أكلات كلها طازة بطازة. كيفك أندرو؟ تمام. وانت شو عملنا؟ أنا منيحة. شو عملنا اليوم؟ براونيز. هيدي شوي طالعة مش كثير صيفية. أوكي، عايزة سخن الفرن على 180. أها، مشان البراوني. وأندرو هيعلمنا أسهل طريقة لعمل البراوني بالبيت، صح؟ very very easy. أوكي. طيب، هنا عندي بيكنج ديش صغير. بالعربي إيش؟ طبق فرن. برافو. صغيرة. عشان عايز أعمل كميات خفيف. كمية صغيرة.